فوالا دونك اتنشن شارلي بوث وصلتنا ل 17 دقيقة على راديو ماد باش نبداو الساعة هذيا لقيت ذات تستناو فيه الكل على خاطر لقيت زوز ملايين وميتين ما عادش لقيت زوز زلقة فالقينا نقول زوز ملايين وميتين وسعيد الحظ نصيفة من سلينا مرحبا نصيفة يعيشك وبيك نورتنا ونورونا اهلي سلينا الكل عايش اختي عايش اش تعمل في الدنيا نصيفة نخدم فلاح عندي شوي فلاح في الدار ربي معاك ربي معاك دونك نصيفة تعرف لعبتنا هاي دي من طبع فيكم نسمع فيكم هاي مرحبا بيك دونك تزم لينو ميتين نصيفة ما همش شوية يعاونوا في خير العام هكا ولا اي برشا برشا دونك يا نصيفة ان شاء الله ربي معاك وان شاء الله تربحها معانا ركز وان شاء الله تربح حاجة سمعتني البارح نصيفة ولا سمعتك اي سمعتني كيفاش لعبت ولا سمعتك فوالا دونك يظهرلي هاكا عندك فكره تنجم تجاوب اللي تحب المهم ما تسكتش وتجاوب في السياق اوكي نصيفه باهي ومحلى اسمك انا نحب نصيف زيتون على الاخر خجتني نصيفه ان شاء الله نصيفه تربح لا سامحني يا اختي يا لطيفه لا. لطيفه منين جبتها نصيفه يا سميه وحنا قعدنا نحكي ومنين نصيفه أنا سميه تقولي نصيفه المخرجه بتاعنا نقول لها سيغ تقولي اي نصيفه بي يا لطيفة علي مسرحت ليش من الأول قعدت مش معايا في نصيفة ما بيناش نلعب ورا انت تنطق فيها هكيك معلي لا عندي مشكلة في نطق وانت لا لطيفة دونك لطيفة ركز انا باش نبداو توت سويت نلعبوا في الزلقة بفلقة ما تسكتش نوع الحرف عاد لحظة باش نقول لك ما تسكتش لطيفة ما تسكتش وما تمهمهش وحاول جاوب الحرف امين حرف النون هكا ولا حرف لا حرف اللام لا لام لا لا دونك توت سويت باش نبداو لطيفة ان شاء الله ربي معاك يلا الزلقة بفلقة 100% كاش نصيفة مرحبا وبيك لاباس عليك اي نعم عايش نصيفة هكا نزيها سياري شنو نزيها سياري نزيها سياري تخدم نزيها ولا نزرع في داري تزرع في دارك شنو تزرع في دارك شوية خضرة وزيتون شوية خضرة وزيتون نايم فين انت تسكن بالضبط سيدي بروي ايه ولاية شنو بيجة ولاية بيجة عندك صغيرات ولا اي قداش من صغير عندك زوج صغار زوج صغار عندك برشا من المعارسه هبه وسمر هبه وسمر قداش عندك من المعارسه 5 سنين اي ولادك دخلوا يقراوا يظهر لي عند امي عند امك ما يقراوش صغرونين مي ما يقراوش معناه جمله بالله Impossible. Deux secondes. Qui a dit que Maya Karaouch? Rakrbaht. يا لطيفة يا لطيفة زوز ثواني مازالوا فيها تقريب اخر كلمة معناتها والله ما قيت اخر كلمة اخر كلمة ما عادش نجم يسأل سؤال اخر امين يا لطيفة والله العظيم اول مرة حبيت واحد يربح خاطر عرفت طلع مش كاتبة لطيفة والله عندك الحق في الكلمة ذي نم من بين الكتبة دونك شاء الله ما رجع شاء الله في كانيوتا معك لطيفة عايشك عايشك لطيفة وربي يفضلك الصغيرات والله ما خيت نقول لطيفة من بس لم تعلي نخزر نخزر الكونتور هنا عملتك تخزر له انت نخزر له زوز ثواني بالضبط روحي باش نقولها مبروك لا انا صحيح حسيتها دقيقه وفات زوز ثواني مازال والله تصدقوا حاجه اول مره في الزلقه فلقه نتصدم وما لقاش كلام والله ما عندها وجهي فما كاميرانا ورا وجهي عامل هكا ما بقيت حتى كلام وهي على تلعب بالقد بالقد معناتها لعبت بالبي شنو هذا شنو هذا لا غالب يلا مش كاتب مش كاتب احنا ديما نبرد قلوبنا مش كاتب جملة علاش جملة كيكا مش كاتب هذيك ساعة القضاء اللي غفلة والله والله على غالب يلا زوز ملايين 300 غدوة في الكانيوت يظهر لي في الغافيون في شخص القداش 3 ملايين ولا ان شاء الله يتربحوا ان توكا لطيفة لعبت بالباهي العبوا كيف باش نجموا تربحوا معانا يلا مازال كادو اخر مازال بون داشا من هذا بوتيك اورما كي طلعوا البلاد نحكوا عليها في ميد جيوغرافي